بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفرة. معاكم على الهواء ان شاء الله من 3 ل 4، مستني كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 236، الخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. النهارده حلقتنا بعد العيد حواوشي. طبعا كلنا طالعين من العيد، مش عايزين بقى نقف، مش عايزين نعمل فته وطواجن وصواني والذي منه، وفي نفس الوقت عايزين حاجه كده تكون من البيت وسريعه. اللي عنده حته لحمه هيعرف يعمل معانا النهارده الحواوشي، اللي عنده حته عجينه او شويه دقيق عايز يعجن هيعمل معانا حواوشي، حته فراخ بما ان الناس طالعه زهقانه ومش عايز تستخدم لحوم، يعني الافكار كتير ومتنوعه وان شاء الله تعجبكم. هنعمل بالعجين، هنعمل بالعيش البلدي، هنعمل بالعيش الشامي علشان يبقى فيه برضو تنوع حسب الموجود عندكم. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك، ويا رب تكون كانت اجازه سعيده عليكم كلكم. بشكركم جدا 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 على كل التطبيقات وكل التفاعلات اللي جات لي على اسبوع تحضيرات عيد الأضحى المبارك، وكمان الحلقات بتاعت العيد نفسه جالي عليها تطبيقات كتير جدا جدا جدا. فيعني انا سعيده ان الحلقات عجبتكم وانها نالت رضاكم وانها افادتكم، ان شاء الله اللي جاي كمان يعجبكم. طبعا جالي، كنت عامله بول كده على السوشيال ميديا وجالي طلبات كتير جدا جدا على اكل المصايف، فبالتاكيد ان شاء الله هنعمل اسبوع عن المصايف، يمكن لو لحقنا الاسبوع الجاي او اللي بعده، او نعمل الاسبوعين مصايف مفيش مشكلة، وهنعمل لكم أكلات مصايف لطيفة جدا جدا وخفيفة وسهلة وسريعة. أول حاجة هنبدأ بيها هتكون حواوشي اللحمة. فعندي هنا لحمة مفرومة، طبعا الحواوشي يحب اللحمة الدسمة شوية، فلو فيها نسبة دسم يبقى أحلى. عندنا عيش شامي أو بلدي زي ما أنتوا عايزين، طبعا عادة الحواوشي المصري بيكون بالعيش البلدي. عندنا زيت ذرة وبصل وطماطم وبقدونس، عندنا ملح حبهان وفلفل، وممكن إضافة بهارات الحواوشي إذا حبيته، أو تكتفوا بالحبهان والملح والفلفل. ممكن كمان بدل البهارات بتاعة الحواوشي تستخدموا السبع بهارات، ممكن تحطوا جوزة الطيب مع الحبهان وهكذا زي ما انتوا عايزين. طبعا بهارات الحواوشي زي الحبهان والسبع بهارات بيتجابوا من عند العطار او من اي سوبر ماركت من القسم بتاع العطارة، سواء كانت سايبة او علب وكياس مفيش مشكلة. وفي طبعا ماركات يعني مصرية محترمة جدا جدا في المجال ده دلوقتي. هنعمل ايه؟ ممكن نخلطهم يدوي عادي جدا مفيش اي مشكلة، لانه لا هيفك مننا ولا حاجة. وممكن نخلطه بالكبة براحتكم، انا هخلطه يدوي لان في ناس كتير ما بيكونش عندها كبة او بتستصعب انها يعني تستخدمها وبعدين تغسلها وكده. الحاجة التانية انا عايزة هنا الطماطم بدون القشر بتاعها، قصدي بدون القلب بتاعها، انا اسفة، علشان ما تنزليش مية كتير. البصل عايزاه يكون مفروم مش مبشور، لان المبشور بينزل مية اسرع من المفروم. طيب عادة ممكن نزود على دول فلفل حار او فلفل رومي، كمان ممكن نزود معلقة من الدقيق او معلقة من الطحينة. ليه؟ علشان تمسك لنا السوائل جوه الحواوشي. بس احنا لو اشتغلنا بدرجة حرارة مظبوطة يبقى مفيش مشكلة وهتطلع معانا مظبوط. قبل ما نبدأ شغل، اللي عايز يشيل حواوشي في الفريزر انا ما بفضلش فكرة اني اشيله بالعيش بتاعه، عشان العيش بيتشتش كده ومي مي وما بيبقاش حلو. فشيلوه في اكياس بعد ما تعجنوه كله مع بعضه، وشيلوه في اكياس في الفريزر وبعدين طلعوه استخدموه. انا كمان ساعات بعمل حركة كده يعني نميسة شوية، اني انا عارفة حجم العيش اللي انا بستخدمه، بجيب طبق فل وبحط ما بين كل طبقة والتانية بلاستيك، وبعمل قرص الحواوشي، قرص زي قرص البرجر كده بس ارفع كتير وعلى قد العيش اللي انا بستخدمه وبشيله. فلما باجي اطلعه لا بعجن بقى ولا بشكل ولا بعمل اي حاجه، انا باخد القرص احطه جوه العيش واحطهم في الفرن. نيجي للتسويه. التسويه يا جماعه، الناس اللي بتحب الحواوشي طري طري، اول ما يطلع الحواوشي سواء عملتوه على النار او في الفرن او على الفحم تغطوه، هيطرى وهيبقى حلو جدا جدا جدا. تاني حاجة، الحشوة لازم تكون رفيعة عشان تستوي.
تالت حاجة الحواوشي ما بيتعصقش، ما بيستويش قبل ما يخش مع العيش. رابع حاجة لما تيجوا تجيبوا العيش من الفرن تقولوا له احنا عايزين عيش للحواوشي. ليه يا أميرة؟ سببين. السبب الأول انه ما بيسويش العيش سوى كامل عشان ما يتحرقش منكم. السبب التاني بيبقى أطخن شوية من العيش العادي. طبعا لو مش موجود هنستخدم العيش العادي زي ما احنا عاملين دلوقتي ومش هيجرى أي حاجة. عايزينه جوه الفرن كده كده يبقى طري، يبقى ممكن تلفوه بورق زبدة ودخلوه الفرن. عايزينه يبقى كريسبي يبقى هتحطوه على رف الفرن. تمام كده؟ كده انا قلت لكم كل المعلومات. يلا بينا. انا خلصت رغي. يا حبيبة. الو. ازيك يا حبيبة؟ ايه حضرتك؟ كل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة، انا بحب حضرتك قوي قوي قوي. انا كمان بحبك قوي قوي قوي. عايز تسألي على ايه؟ عايزه اسال عن ازاي اعمل الناجتس. عينيا، حط لنا الناجتس في المنيو بتاع المصايف يا ولاء لو سمحتي. بصل، ملح، فلفل اسود، حبهان، بهارات حواوشي، كله مع بعضه اهو. ادعك من غير ما ادعك جامد عشان ما انزلش الميه، بس اتاكد كده اني غلفت مظبوط. اخد الطماطم، اخد البقدونس، واخد اللحمة. اعجن كل ده مع بعضه كويس قوي، ويفضل تجيبوا اللحمة من الاول متاخدة وشين، يعني مفرومة وشين، يعني ناعمة بس مش ناعمة قوي، لكن ناعمة عشان يمتزج كده كله مع بعضه معاكم. عايزين تحطوا فلفل حار حطوا، عايزين تحطوا فلفل رومي حطوا. انا كمان بحط له دبس فلفل، بيطلع طعمه وريحته ولونه روعة. ممكن تحطوا، مفيش مشكلة خالص. نسمخ بس الدنيا مع بعضها كده ونتأكد ان هي مش مفرولة، وبعدين نقوم جايبين العيش ونقوم واخدين الكمية اللي احنا عايزينها ونبتدي نفردها كويس جدا وتكون رفيعة. يا مدام يسري يا حبيبتي كده، واضغط اضغط اضغط، اوزع على الرغيف كله واوزع انه ما يكونش تخين. يا مدام يسر، وهاخد الشامي، انا بحب الشامي قوي. الحمد لله على سلامتك يا ميرو. الله يسلمك يا حبيبه قلبي. حضرتك بقى عايزه اقول لك ان الحواوشي اللي في ايديكي ده بطريقه اميره شنب كان الكينج بتاع المشويات السنه دي. حبيبه قلبي جربتيه طلع حلو؟ على الفحم. الله. وبنفس طريقتك والعيش الزغنون اللي قلتيه عليه. ايوان هو ده. الف هنا. ان بنت حفيدتي ما كانتش بتحب الحواوشي، بقت ماسكه الرغيف الزغنون ده وتقول حلو قوي البرجر ده يا نونا. ايوه. الف هنا يا حبيبتي، وتعيشي وتعملي. تسلم ايديكي يا حبيبتي. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي يا مدام يسر. الف هنا. الحواوشي على الفحم يعني خطير يا جماعه. هفتح هنا فرن حامي، فرن حامي. هاخد الحواوشي هحطه على الرف او الراك بتاع او الشبكة بتاعة الفرن. الفرن حامي يا جماعة، يعني من 200 لما فوق، فوق وتحت شغال. ليه؟ علشان انا مش عايزة الحواوشي ينزل ميته، انا عايزاه ياخد صدمة من الهواء السخن، يحتفظ بكل السوائل جواه فيطلع طري، وفي نفس الوقت ما يطريش العيش، وفي نفس الوقت ما يدخنش عندي في الفرن. طيب شوية اللحمة اللي أنا نزلتهم تحت دول هتعملي بيهم إيه يا أميرة؟ يا إما هعملهم أقراص وأشيلهم في الفريزر، يا إما هعملهم عادي في كيس وأشيله في الفريزر، ولما أطلعه هعمل بيه حواوشي تاني، أو ممكن أعمل بيه كفتة عادي جدا يا حبيبة. في إيه؟ شفتوا؟ شفتوا؟ في رغيف هنا نسيته. إيه يا حبيبة قوليلي؟ إزيك يا شيخ؟ إزيك يا حبيبتي؟ أنا بحب حضرتك جدا. أنا كمان بحبك جدا جدا. اهو انا عايز طريقه الكبده الاسكندراني. كبده اسكندراني عينيا، الكبده الاسكندراني الحبيبه لو سمحتوا. وطبعا العيش ده تفضلوا تغطوه طول الوقت عشان ما ينشفش. نعم ما سمعتش، معلش انا اسفه. معلش التقط شويه نعناع احطهم في الشاي. اوكي حاضر، حضر لكم الخير يا رب والهنا والسعاده. بكده نكون عملنا الحواوشي الأساسي، الحواوشي المصري القاهري.
في العيش الشامي او العيش البلدي، وعملنا الحشوه بتاعته اللي زي ما قلت لكم بقيتها تقدروا تشيلوه اقراص، تقدروا تشيلوه عادي في كيس، تقدروا كمان تعملوا منه كفته اذا حبيتوا. يعني انا في مره من المرات عملته وطلعت الكميه كبيره، شلته في الفريزر وجيت اليوم اللي بعده عايزه اعمل حاجه برده سريعه ومليش مزاج ان انا اقف اعمل حاجه من الاول للاخر، رحت عاملاه كفته. تقدروا ساعتها تاكلوه برده بالعيش والجرجير والطحينه ساندوتش، تقدروا تعملوا جنبه شويه من المكرونه، فلطيف لطيف وظريف وطعمه بيبقى حلو جدا ومظبوط جدا جدا. طيب عندنا بقى ايه دلوقتي يا اولاد؟ عندنا النوع الثاني من الحواوشي اللي هو الحواوشي الاسكندراني. ايه الفرق بين الحواوشي الاسكندراني والحواوشي القاهري او المصري؟ لان احنا نقول على القاهره مصر لما نكون في اسكندريه والعكس. انه حبايبنا واهلنا في اسكندريه بيعملوه بالعجين، يعني بيعجنوا له الناجتس معاكم على الشاشه شكرا جدا، بيعملوا له العجينه نفسها ويحشوها باللحمه ويقفلوا عليه بالعجينه ويدخلوه الفرن، سواء بقى يحطوا على وشه سمسم، يحطوا على وشه حبه البركه، سمسم وحبه البركه او ساده، فبيبقى لطيف جدا جدا جدا. والكبده الاسكندراني كمان معاكم على الشاشه. فده الفرق بين الحواوشي في اسكندريه والحواوشي في القاهره. كمان تقدروا تعملوا الحشوه بتاعه الحواوشي بالسجق بدل ما تعملوها باللحمه. طب ازاي؟ هجيب السجق البلدي او الشرقي او المصري وهفتح الكيس بتاعه، هنزل كل اللحمه اللي جواه. عايزين تضيفوا لها اضافات ممكن، يعني ممكن تحطوا لها برده شويه بهارات حواوشي خفيفه، ممكن تحطوا لها بقدونس، طماطم من غير القلب بتاعها، شويه بصل، شويه فلفل حار، فلفل رومي، كل ده ينفع اضافته وتحشوا بيه. طالع موضه قوي دلوقتي ان احنا نعمل الحواوشي اللي بالجبنه، فتحطوا فوق اللحمه جبنه تشادر، ويا ريت تكون تشادر حلوه وكتير وبرتقاني او حمراء مش الصفراء، عشان بتدي لون ونكهه حلوين جدا جدا. ينفع طبعا تحطوا موتزاريلا، ينفع جدا جدا نحط زيتون وفلفل وطماطم وجبن، وتبقى لطيفه جدا بطعم البيتزا سواء مع السجق او اللحمه او لوحدها، حشوه جبن وزيتون وفلفل الوان وطماطم وبصل تبقى حلوه جدا جدا. وممكن كمان تضيفوا لها البسطرمة يا عائشة. عائشة. أيوة. ازيك يا عائشة؟ ازيك يا بابا؟ اتفضلي يا حبيبتي، انتي معايا على الهوا، اتفضلي. أنا بحبك أوي. حبيبتي أنا كمان بحبك أوي، عايز تسألي على إيه؟ بس بطمن عليك عشان بحبك أوي ونفسي أكون معاكي. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي نورتيني. بمناسبة عايزة أكون معاكي، أنا بيجيلي طلبات كتير، يعني على راسي الطلبات كلها، ان في ناس عايزه تطلع معانا في البرنامج. انا طبعا البرنامج من ساعه ما بدا لحد دلوقتي ما فيهوش فقره استضافه ضيوف، يعني حبيبتي غدا التلي عندها الفقره دي، احنا هنا بنكمل بعض وما بنحبش ان احنا نكرر التخصصات او الفقرات علشان خاطر يبقى كل واحد مميز، وعشان انتوا ما تزهقوش، يعني يبقى كل برنامج له روح وله الفقره بتاعته. فانا بعتذر جدا جدا لكل الناس اللي بتبعت لي سواء كبار او صغيرين، سواء هو ده شغفهم المطبخ او مجرد ان هم عايزين يطلعوا، انا بعتذر لان الفقره دي مش موجوده عندي في البرنامج حبايبي طبعا، واتمنى ان انا اشوفكم كلكم. انا بس هجبت صاج نضيف غير اللي احنا اشتغلنا عليه. يا عيني يلا بينا، يا ريتكم هنا يا ولاد تشموا الريحه معايا. بصوا لي على القرمشه. وبس قبل ما اطلع فاصل عايزه اوريهم انه استوى عشان بس يبقوا مطمئنين. فين وشك من جفاك؟ اهو بصوا الريحه يا جماعه عالميه. خلصنا الحواوشي باللحمه، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل الحواوشي الاسكندراني، استنونا. اهلا
اهلا بيكم بعد الفاصل. طيب احنا قلنا ان احنا هنعمل الحواوشي الاسكندراني، وقلنا ان الفرق ما بين ده وما بين ده انه الاسكندراني جوه عجينه بدل ما هو جوه العيش البلدي المصري بتاعنا اللي بالرد. علشان نعمل الحواوشي الاسكندراني عندنا اول حاجه العجينه، كيلو دقيق، رشه ملح، ميه لحد ما تعجن معانا، سمسم وحبه البركه على الوش ده لو حبيته، او ممكن طبعا تستبدلوه بالعيش البلدي بس مش هيبقى اسكندراني، فممكن تشيلوا لنا العيش البلدي من المقادير. الحشوه لحمه مفرومه، طماطم مفرومه بدون القلب بتاعها، بصل مبشور، وجوزة الطيب، حبهان، قرفه، مستكه، بهارات حواوشي، بقدونس. ممكن تستغنوا عن كل البهارات وتحطوا بهارات الحواوشي بس، او تشيلوا بهارات الحواوشي وتستخدموا بقيه البهارات. بقدونس، معلقه كبيره من او ثلاث معالق كبار من الطحينه، وده عشان امسك بيهم السوائل بتاعه الخضار، وزيت وملح. بعد كده عندي فلفل اسود، عندي ليا ضاني مفرومه، وعندي فلفل رومي، وعندي للوش بيضه وقهوه وكريمه او لبن او صفار بيضه زي ما انتوا عايزين تعملوا على الوش اللي انتوا عايزينه. نمشي واحده واحده ونمشي خطوه خطوه. اول حاجه نبدا بعجينة الحواوشي أو الحشوة بتاعة الحواوشي. هاخد جلوفز وهخلط المقادير هنا. بصل أول حاجة كالمعتاد، واخد عليه التوابل، عشان أتبل أنا بحب أتبل البصل الأول، ومش هنسى احط ملح وفلفل. وبعدين مش بضغط جامد عشان ما اعصرش البصل من الميه بتاعته. وبعدين اقوم واخده الطماطم، الفلفل الرومي، عايزين تحطوا فلفل حار حطوا، اللي هي بتبقى حلوه جدا جدا مع الحواوشي. وعجن دول الاول كده برضو مع بعض عجنه سريعه وخفيفه، مش عجن يعني. خلاص المقادير، شكرا، تسلم ايديكو. وروهم بقى الخطوات كده، عجن كده، وبعدين انزل عليها معلقة الطحينة، وبعدين برضو اخلط بدل معلقة الطحينة. هتدي طعم؟ لا مش هتدي طعم، بدلها ممكن نحط ايه، معلقة دقيق. وادي اللحمة، وادي شوية البقدونس، وعجن اهو كده، ألم يعني كده كله مع بعضه كده. عايزين تعملوه في الكبة؟ اوكي. كده كده اللحمة لازم تجيبوها ناعمة، ما تكونش اللحمة خشنة. تمام؟ تمام. كفاية؟ كفاية. على جنب، امسح مكاني واجيب شوكة، امسح مكاني عشان نبقى بنشتغل اول باول في مكان نظيف اهو. وبعدين اجيب يا اما لبن يا اما كريمه زي ما انتوا عايزين. انا عندي هنا لبن كفايه قوي، باخد صفار البيضه بس ما باخدش البياض، يبقى صفار بيضه مع شويه لبن مع نقطه قهوه سريعه الذوبان، وبقلب كويس قوي قوي قوي. وبكده اكون عملت الوش اللي هادهن بيه الحواوشي. وعلى جنب ننظف مكاننا، وبعدين نبتدي نعجن. عشان نعجن هنعمل ايه؟ مقادير الجافة كلها على بعضها، دقيق، رشة الملح، عايزين تحطوا سمسم وحبة البركة جوه العجينة ممكن مفيش مشكلة، بس أنا مش هحط أهو يعني، بس ممكن. دقيق، رشة الملح، ما
ميه للعجن يفضل تكون دافيه، كل ما الميه كانت دافيه حتى لو ما فيش خميره ولا بيكنج باودر بيبقى افضل كتير ان الميه تكون دافيه. دقيق وملح، شغل سرعه واطيه عشان ما ينطرش علينا الدقيق، انزل بالراحه واحده واحده باقي الميه لحد ما الاقيها بدات تشكل لي عجينه. هوقف الميه، كل نوع دقيق بياخد غير التاني ف مفيش مقدار محدد. ممكن تحطوا معلقه من الزيت جوه العجينه، ممكن معلقه كبيره، وممكن تحطوا معلقه من البيكنج باودر صغيره ممسوحه، ممكن، بس انا شايفه انه العجينه كده ممتازه ومش محتاجه اي حاجه. هقفل بس عشان ما افضلش اعلي في صوتي كده. اول ما بدات ما يبقاش فيه دقيق وبدات هتكتل على بعضها وتمشي مع سلاح العجان، هنفضل نعجن فيها 10 دقائق على ايدينا او في العجان زي ما انتوا عايزين. بعد كده هنحطها ترتاح. اميره ما فيهاش لا بيكنج باودر ولا فيها خميره، بتريحيها ليه؟ لازم العجينه ترتاح، لازم عشان ما تشدش مننا وتضايقنا واحنا بنشتغل. هيبقى ده شكلها بعد ما ترتاح. هناخدها هنجيب شويه دقيق، يعني بصاد جدا جدا عشان ما نطلعش العجينه ناشفه، بس لازم نعفر كده بالدقيق خفيف خفيف، او ممكن نستخدم لو مش عايزين نستخدم دقيق نستخدم ورق زبده. تعفيره بسيطه جدا جدا بالشكل ده تحت وفوق، وبعدين ابتدي افرد العجينه اللي عندي دي عشان اعمل رغيفه الحواوشي. طبعا برضو رغيفه الحواوشي هنا حسب الحجم اللي انتوا عايزينه، براحتكم تماما وبالشكل اللي انتوا عايزينه كمان. يعني احنا عاملين الشكل المدور، انا هعمل لكم شكل تاني غير المدور. عايزه عجينه رفيعه، مش عايزه عجينه تخينه. مش رفيعه زي الفطير يعني، بس رفيعه، عايزاها رفيعه. وبعدين البس جلوفز واخد من الحشوه اللي احنا مجهزينها وحاطينها على جنب. هنا اخد هنا كده على الطرف ده برضو رفيعه علشان تستوي مظبوط، ولا مش مستويه. وهجيب سكينه بايدي النظيفه او طبق للي مش هيعرف يشتغل بايده، طبق، وتقوموا واخدين كده باقي الدوريه بتاعت العجين، ممكن من فوق عشان يشوفوا الدوريه كده. بقى عندنا دوريه من العجين. شكرا. هقوم جايه كده وجايبه العجينه دي على العجينه دي وقافله العجينه، فبقت نص رغيف. ما انساش ابدا اني اعمل كده عشان اساوي الحشوه جوه، فاولا يطلع كله فيه لحمه، ثانيا يستوي كله سوى واحد، ما يبقاش فيه حته عاليه وحته واطيه، حته اللحمه فيها استوت وحته كتير قوي ما استوتش. اوكي. وبعدين ابتدي اظبط الاطراف بتاعته بالشوكه بايدي زي ما انتوا عايزين، وبعدين ابتدي احطه على الصاج هنا. طيب خلينا نحط له صاج تاني احسن عشان ما نبوظش شكل الرغيف ده. دي عجينه السمسم وحبه البركه جواها، اوكي اهو. والعجينه اللي احنا عاملينها لا، بنحط لها من فوق سمسم وحبه البركه، براحتكم زي ما انتوا عايزين. هجيب فرشه، هجيب زيت عشان للناس اللي مش عايزه تعمل ببيض لاي سبب من الاسباب. هاخد من الزيت نقطه على العجينه وبالفرشه واقوم ملمعاها، او هاخد من خليط اللبن والبيض مع القهوه واقوم حاطه على العجينه. براحتكم بقى، زي اللي اسهل لكم، اللي انتوا عايزينه حسب ذوقكم. درجه حراره عاليه جدا جوه الفرن، الفرن شغال قبلها بمده ما تقلش عن تلت ساعه.
وهبتدي احط العجينه علشان تستوي، او احط الحواوشي الاسكندراني علشان يستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. فوق وتحت شغال، المروحه لو موجوده شغاله، ودرجه الحراره عاليه من 200 ل 220. الم حاجتي عشان كل ده هكمله انا في الفاصل. مفيش اي حاجه هنا بتتهدر، كل حاجه بتستخدم. كله وامسح ترابيزتي مسحه، واروح هناك اشوف الوصفه اللي بعدها. بعد كده هنعمل حواوشي فراخ. الهدف من عمل حواوشي الفراخ التغيير اولا، ثانيا ممكن يكون ما عنديش لحمه، ممكن اكون زهقانه بقى من اللحمه طالعه من العيد ومش عايزه اعمل لحمه تاني، ممكن الولاد يكونوا ما يحبوش اللحمه او يحبوا الفراخ اكتر، اسباب كتير. وهتبقى لطيفه الفكره والوصفه وتغيير. عندي عيش بلدي او شامي نفس الحكايه، عندي زيت وملح وفلفل وبابريكا وحبهان، وعندي كمان فراخ مفرومه، جايبينها مفرومه او تفرموها في الكبه او المفرمه في البيت براحتكم، بقدونس، فلفل رومي، ثوم مفروم، دقيق وبصل. ممكن كمان تزيدوا عليها كرفس، بيبقى حلو قوي قوي مع الفراخ. ممكن تزيدوا عليها نعناع، انا عندي هنا نعناع حلو قوي قوي مع الفراخ. هنعمل ايه؟ زي ما عملنا قبل كده، هاخد هنا ملح وفلفل على الفراخ اهو، هاخد شوية بقدونس، هاخد شوية ثوم، هاخد البصل، الفلفل الرومي ينفع تستخدمه فلفل حامي اكيد، هاخد البهارات، هاخد الدقيق، البقدونس او الكزبره او الكرفس، يعني اي حاجه بقى ايه متوفره عندكم، حتى لو عايزين تعملوا ميكس منهم ينفع مفيش مشكله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد ده كله عجن كده يدويا، عايزين تعملوه في الكبه ماشي، بس انا الفراخ بالذات بفضل اعملها بالايد لان هي بتكون ناعمه ولازم تكون طازه عشان ما تسيلش منكم وتنزل ميتها. ماسكه نفسها زي ما انتم شايفين كده ومش محتاجه اي حاجه خالص. هقوم واخده الحشوه دي واجيب العيش واخد الحشوه جوه العيش وافردها، ولازم زي ما قلت تكون متساويه على الرغيف كله، ولازم تكون مش عاليه قوي مش سميكه قوي عشان تستوي. هاخد هنا شويه زيت في جريل سخن على النار او طاسه، عندكم فحم ماشي، عندكم شوي كهربا ماشي، انا هشويها على النار اللي هي موجوده عندنا في البيوت كلها. وهاخد رغيف تاني واقوم واخده فيه حشوه الفراخ واسويها كويس قوي قوي. كمان اللي بيخشوا الفرن ممكن تدوهم مسحه زيت على فكره، مفيش اي مشكله خالص حسب الرغبه بقى. في ناس تقول لا الزيت بيخليه يبقى يعني دسم قوي ومدهنن، في ناس بتحبه كده، براحتكم. وكمان بيبقى حسب الحشوة استخدمنا فيها ليا مثلا، فأكيد مش هنحط زيت بقى من برة. لا اللحمة أصلا مش مدهننة قوي، فبنساعدها بزبدة أو سمنة أو زيت من برة، براحتكم بس. وهنطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا لي الحواوشي على النار اهو زي الفل. هنا الحواوشي الاسكندراني اللي اتعملناه بالعجين وسويناه في الفرن، سخن سخن سخن، وانا لسه ملسوعه يعني لسعه ايه محترمه جدا في الفاصل، فايه ايدي مش شغاله قوي يعني. اهو ايدي لزقت في الساق في الفاصل، بس عادي بتحصل. وادي الحواوشي اللي بالفراخ اللي سويناه في الفرن. عايزين بقى تسووا على الفحم، عايزين تسووا على الجريل او طاسه على النار، عايزين تسووا في الفرن، عايزين تسووا على الفحم او الكهرباء، عايزين تسووا عادي وبعدين تعملوا لها فحمايه،
كله شغال، كله حلو، كله حواوشي، كله لطيف. حشوة الفراخ، حشوة اللحمة، حشوة اللحمة في العجين اللي هو الاسكندراني، كله شغال وكله لطيف. عيش بلدي، عيش شامي، زي ما انتوا عايزين. وبعدين دلوقتي هنعمل النباتي او الصيامي. يا مدام روحية يا حبيبتي. حبيبتي أميرة. مدام روحية. يا أميرة. مدام روحية ازيك؟ انت ازيك انت، والف سلامة على ايدي. الله يسلمك يا حبيبتي، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا حبيبتي، ربنا يعود عليك الايام بخير. عليا وعليكي وعلى الناس اجمعين يا رب. حلقة جميلة قوي يا أميرة. حبيبة قلبي انت اللي جميلة، بتشوفي كل حاجة جميلة. الله يخليك بقى، احنا فطرنا بقى ولازم نبص قوي. اه مش كده؟ اه انا بقول كده برضو، دي فرصة، فرصة ما بتتكررش كتير. لا طبعا. كل سنة وانتوا طيبين يا حبيبتي. وانت طيبة كده، وتسلم ايدك اللي بتعمليه كله. تعيشي تعيشي وتعملي وتعيشي وتاكلي وتتهني يا رب. ربنا يخليك يا أميرة. حبيبتي ربنا يخليك. حبيبتي يا مدام روحية، ربنا يسعدك يا رب وما تحرمش منك أبدا. انا ببدل لان حاسه ان النار هنا اعلى من النار هناك، ودول خلصوا فهطلع كده بس عادي، يعني تسويه طبيعيه. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل الحواوشي الصيامي او النباتي للناس اللي ما بتاكلش لحوم، سواء لا صيام حبايبنا المسيحيين او سواء للناس اللي ما بتاكلش لحوم لاسباب عقائديه او صحيه ما، او يعني نفسنا كده ناكل حاجه قرديحي، ايه المشكله من غير اسباب. الحواوشي النباتي، فول صويا مغسول منقوع متصفي كويس جدا او معصور كويس جدا من الميه بتاعته، بصل، ثوم، فلفل، بطاطس مسلوقه ومهروسه، بتنجان مشوي ومفروم او مهروس زي اللي بنعمله لبابا غنوج، مشروم وطماطم، جنزبيل وملح وفلفل وقرفة، وزيت نباتي، وعيش بلدي. طيب هعمل ايه؟ اللي ما بيحبش القرفة ما يحطهاش، عشان ما نتخانقش كده من اولها. اللي ما بيحبش القرفة ما يحطهاش. شوية بطاطس، عليهم شوية فلفل، شوية طماطم، شوية مشروم، شوية بصل مفروم، هو مفروم أو مبشور، هم حبايبي جابوا لي الاتنين كتر خيرهم، بس أنا هستخدم المفروم بس. بتنجان، شوية فول صويا، ثوم، جنزبيل، قرفة شعرة، مو أي حد يحط بقى البهارات اللي هو بيحبها، ملح، فلفل أسود. انزل بالبواقي هنا كلها عشان يعاد تدويرها بعد كده الفاضي في الحوض. اعجن كل ده مع بعضه، كوروا واعملوا كفته، كوروا ونزلوا في بقسماط واقليه واعملوا كفته بانيه، او هات العيش واحشيه واعملوا حواوشي. لو بتاكلوا الجبنه حطوا عليه جبنه، عايزين زيتون حطوا عليه زيتون، عايزين طبعا بقى مش نباتي بس عايزين يعني بسطرمه حطوا عليه بسطرمه، وهكذا حسب بقى ايه الظروف. لو بتاكلوا بيض ممكن تضيفوا عليه بيض، حسب زي ما قلت لكم كل واحد والنظام اللي هو ماشي عليه، او يعني الظروف اللي هي ايه بتحتم عليه طريقه اكل او دايت معين. اول حاجه هشيل الرغيف ده قبل ما يتحرق عشان ما ازعلش عليه، واطفي النار هنا عشان كده، شكرا خلاص ميرسي. شايفين الجمال؟ جمال جمال، مفيش مشكلة خالص اهو، ممكن على فكرة يتعمل في الاير فراير. هاخد الحواوشي وهدخل بيه هنا، ادي جزء وادي الجزء التاني، هاخده فوق اهو، نار عالية طبعا، ده مفيهوش حاجة بتستوي، يا دوبك بيتحرمش بس، لكن الباقيين كان فيهم حاجات تستوي فالمدة طبعا هنا تختلف. وانا طفيت النار هنا على فكرة، وشكرا ومرسي.
قدمنا معاهم ايه بقى؟ قدمنا معاهم جرجير، قدمنا معاهم طحينة، قدمنا معاهم زيتون، بطاطس محمرة، زي ما انتوا عايزين. عايزين تقدموا اسمه ايه دوت ترشي، عايزين تقدموا بتنجان مخلل، بتنجان بالخل والثوم، طماطم مخللة، كل الحاجات دي بتمشي قوي وبتبقى حرشة ولطيفة جدا جدا مع الحواوشي، بتبقى لطيفة قوي قوي. انضف بس هنا مكاني. يلا انا جاهزه. ولحد بقى ما الحواوشي النباتي يستوي، تعالوا نطلع فاصل ونرجع. الناس اللي عندهم حساسيه جلوتين قبل ما اطلع فاصل عشان ما انساش، طبعا يعملوا العيش الجلوتين فري اللي احنا بنعمله، وبعدين يحشوه الحشوات اللي احنا عملناها. تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. تعالوا بقى نروح هناك. وبرده شالوا البقدونس، حطوه فين؟ حطوه هناك. هروح انا هناك. سخن؟ اوعى تكون سخن. لا خلاص مش قادره. ما عنديش مكان. الاماكن كلها اتلسعت. عملنا ايه يا حبايبي النهارده؟ عملنا الحواوشي الاسكندراني بحشوه اللحمه، عملنا الحواوشي في العيش البلدي والشامي على الطريقه بتاعه القاهره برضو بحشوة اللحمة، عملنا حواوشي الفراخ، عملنا حواوشي النباتي. الحواوشي النباتي ده هيعجبكم قوي على فكرة، قوي، وطعمه بيبقى حلو جدا جدا. وقلت لكم ممكن كل الإضافات اللي انتوا محتاجين ان انتوا تحطوها مفيش مشكلة خالص، زي الفلفل الألوان، الفلفل الحار، زي الزيتون، زي الجبن، تشكيلة من الجبن، زي البيض أو البسطرمة، يعني مش هيبقى طبعا نباتي بس قصدي يطلع منه أفكار كتير قوي قوي قوي. أهم حاجة تتحكموا في درجة الحرارة بتاعة التسوية، وأهم حاجة الحشوة في كل الحالات تكون رفيعه، ما تكونش سميكه قوي، الفرن يكون يعني مسبق التسخين كويس جدا 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 عشان يدي الصدمه المطلوبه. وبعدين تلاقوا نفسكم البيت مش كله دخان والفرن كله دخان. هتوريه لهم ولط في اروح هناك. يعني اعمل ايه؟ علشان ما تلاقوش الدنيا كلها دخان والدنيا كلها ما دخانة عندكم في البيت ومحتاجين ان انتوا تهووا وتفتحوا الشبابيك ومعرفش ايه وكده. ده بيكون بسبب انه السوائل او الدهون اللي جوه كتير زيادة عن اللزوم، ما تحكمتوش فيها، ما حطتوش حاجة تشفطها زي الطحينة او الدقيق، او درجة حرارة الفرن قليلة فالسوائل عمالة زي ما بنقول بالبلدي كده تنز من الحواوشي. دي كانت الافكار والوصفات بتاعت النهاردة اللي بتمنى انها تكون عجبتكم، وبتمنى ان انتوا تجربوا طبعا وتبعتوا لنا تقولوا لنا ايه الاخبار. عملنا النهاردة مجموعة من الحواوشي، حواوشي في العيش البلدي والشامي بحشوة اللحمة، حواوشي الاسكندراني في العجين بالسمسم وحبة البركة بحشوة اللحمة، عملنا كمان الحواوشي بحشوة الفراخ، وعملنا الحواوشي بالحشوة النباتي أو الصيامي. قدمناه مع بطاطس محمرة وجرجير وطحينة ومخلل. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وبعد مباشرة إن شاء الله غادة تلي على الهواء، ما تغيروش محطة.